توسع متر. بس منك ما عندك مرافق المطار انه شحن جوي. لا مسافرين مسافرين. ابتداء احنا نرحب بقناة الموصلية، قناة المدينة، قناة اللي تابعت أحداث المدينة ولها الفضل الكبير منذ عمليات التحرير المدينة. اليوم نحن الآن في الساحة الجنوبية لمطار الموصل الدولي. احنا بالبداية أحب أشكر دولة رئيس الوزراء على رعايته المستمرة والدائمة في إنجاز ملف مطار الموصل. الحمد لله والشكر أكملت كل الإجراءات محافظة نينوى بعدما تحول ملف إعمار مطار الموصل من الشركات الفرنسية إلى محافظة نينوى. الفضل كله يرجع لدولة رئيس الوزراء. عدة اجتماعات أقرها في بغداد بين سلطة الطيران المدني ووزارة الإعمار والإسكان ومحافظة نينوى. الشكر موصول أيضا إلى الإدارة العليا لسلطة الطيران المدني المتمثلة بالكابتن نائل سعد وسيد علي التقي. وكذلك لا أنسى جهود الرجلين الكريمين الذين يعني الله شاهد على كلامي، يعني واصلوا الليل والنهار في سبيل إنجاز هذا المطار، وهما السيد المحافظ نجم الجبوري والأستاذ عبد القادر الرجل الذي لا يكل ولا يمل. الحمد لله هالأيام اليوم أو غدا يتم توقيع العقد مع شركات تركية، وتكاليف إعادة إعمار مطار الموصل على محافظة نينوى إن شاء الله. إحنا بالمنهاج مدة العمل 24 شهر، بس استاذ نجم إن شاء الله يضغط على الشركات التركية لإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن. استاذ حيدر أيضا أريد أستغل وجودي معك، المطار راح يكون دولي أم يعني سميه محلي داخل العراق؟ إحنا كسلطة الطيران المدني عندنا قوانين تابعة صادرة من منظمة الطيران العالمي ICAO، منظمة الطيران العالمي، أنه أي مطار إنشاء أو تطوير أو تأهيل لابد أن يعمل لمدة 20 سنة. فعلى ضوء هذه التوصيات الموجودة من منظمة الطيران العالمي أعددنا خريطة للمطار بحيث تشغله تقريبا 20 سنة. فقمنا باستطالة المدرج 350 متر من جنوب المدرج. توسيع المدرج يخدم لإنزال الطائرات الثقيلة، طائرات الشحن الجوي، وأنتم كما تعلمون مطار الموصل سابقا يفتقد لعمليات الشحن الجوي، وبهذا قمنا بتوسيع المدرج ليصبح مدرج ستاندر حسب منظمة الطيران العالمي ICAO 3000 متر لاستقبال طائرات الشحن الجوي. إيش راح يتضمن؟ فقط المدرج وأبراج مراقبة، إنما راح تكون هناك منشآت إضافية، فندق أو أمور خدمية أخرى؟ نحن استغلينا مساحة المطار الصغيرة لتشغيل مطار متكامل لا يحتاج إلى أي عمليات. كل مرافق المطار من شحن جوي واستقبال وتوديع صالات مسافرين، عملنا على فصل عملية المسافرين عن الشحن الجوي. احنا لا أنسى يعني أبخس عمل دوائر المحافظة، حيث أوعز السيد المحافظ المحترم نجم الجمهوري باستنفار جميع دوائر المحافظة لإنجاز هذا الكرنفال الذي طالما انتظرته محافظة نينوى.